مرحبا يا غوالي، فيديو اليوم عن خضار السوتيه. هلا يمكن تكون خضار السوتيه هي عبارة عن نسخة أوروبية لشيء اسمه مزورات، والمزورات وصف انذكرت بكتب عربية قديمة بتعود للقرن العاشر تقريبا. ما علينا، خلي فيديو اليوم يكون خفيف هيك وسريع، ويلا نبدأ بدون أي مقدمات. أنا اليوم رح استخدم خضار مفرزة، طبعا يعني يفضل أني استخدم خضار فريش، لكن حاليا هذا هو المتاح عندي بين إيدي. لو استخدمنا خضار فريش يفضل اني نقطعها باحجام متقاربة من بعضها. هاي هي نصيحتي الوحيدة في حال استخدمت خضار فريش. انا اليوم عندي هالكيس المجمد من الخضار المشكلة، راح افتحه وبعدين هيك اقلبه بشوية زبدة خفيف، يعني ما راح يكون مقلية اكيد، راح يكون شيء شبيه بالشوي، يعني كمية زبدة خفيفة، معلقة زبدة. انا استخدمته مباشرة، يعني ما بالضرورة استنى لحتى الخضار يعني يروح الايس منه وهيك، استخدمته مباشرة مع معلقة زبدة، وراح اعطي المقلاية لحتى اسرع عملية ذوبان التلج من الخضار. يعني الخضار السوتيه اكلة سريعة جدا وسريعة التحضير وسهلة وبسيطة جدا جدا جدا، يعني 3 لـ5 دقايق 6 دقايق بالكتير على هوا قوة النار، ونوع الحلة او نوع المقلة اللي احنا عم نستخدمها حتى نحضر فيها الخضار السوتيه ممكن تكون جاهزة بوقت قصير جدا. وهيك بكل بساطة وبهالسرعة صارت خضار السوتيه جاهزة. هلا يا جماعة ما فيكم تتخيلوا قديش ممكن تشارك هالمزورات، او خلينا نقول هالخضار السوتيه، بتشارك بوصفات كتير كتيرة، بس بالعموم الوصفات اللي بتشارك فيها هي بتكون يعني بتتقدم مع اللحوم. اللحوم طبعا بمختلف انواعها، سواء كانت دواجن او لحوم حمراء او حتى اسماك. وطبعا في حال استخدمتوا خضار فريش الخيار متروك لإلكم، فيكن تنوعوا بأنواع الخضار يعني مثل ما بتحبوا، بتضيفوا الفطر، الأرنبيط، البروكلي، يعني أي شيء ممكن تحطوه. أنا رح خلي بصندوق الوصف شوية نصائح بتمنى أني تشيكوا عليها. أنا رح خلي لكم قائمة بأنواع الخضار والنباتات الورقية، لأن فينا كمان نضيف سبانخ وغيره، يعني وكتير قصص ممكن تدخل بالخضار السوتيه. رح خلي لكم شوية معلومات في صندوق الوصف، بس بهمني كتير اني لكم على شوية اسرار لنجاح الخضار السوتيه، يعني لحتى نحصل على خضار سوتيه تكيفنا وتكون نظامية وصحيحة وسليمة 100% وتناسب يعني مزاجنا. اولا حتى نحصل على خضار سوتيه غضة وطرية ممكن اني نضيف الملح لقلها من البداية، بداية التقليب، ولو حبيناها ناشفة او مقرمشة يعني وصلبة اكتر ممكن نضيف الملح يعني وقتنا نرفعها من على النار، نتأخر بالملح قدر الامكان. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، يعني بفضل ان ما تقلبوا الخضار، يعني تقلبوا مرة مرتين 3 مرات بالكتير، وما تستخدموا يعني العلم في تقليبه، تقلبوا مشويش لحتى نحافظ على شكل حبة الخضار. بهالطريقة بنحافظ على تقديم خضار سوتيه بأشكال منتظمة وأشكال حلوة. هاي تاني نقطة. والنقطة الثالثة، يفضل أن يستخدم نوع مقلاي أو نوع وعاء نقلب فيه أو نشوي فيه الخضار السوتيه يكون نوعية جيدة، ولحتى يستوي كله مع بعض دفعة واحدة وما يستوي من طرف دون طرف، أو يعني كم حبة تستوي أكثر من الثانية، فيفضل أني هالحلة أو هالوعاء أو هالمقلاي تكونوا مغطاي. فهن هدول 3 نصائح كافيين جدا لحتى نحصل على خضار سوتيه بتكيفنا وعلى مزاجنا ومثل ما نحن بنحبه تماما. واخيرا خبروني شو ممكن تقدموا مع الخضار السوتيه، يعني شيء غير اللحوم، او شو بتقدموا مع اللحوم غير السوتيه او البطاطا البيوريه. وبنلتقى بفيديو جديد قريبا بعون الله، ولوقتها بتمنى تبقوا بخير يا رب، وسلام.